مساء الفل عليكم يا شباب. هنشرح دلوقتي السؤال اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع الاكسرسايز بتاع الاسترتشنج تكنيك، وايه التكنيك اقل واحد فيهم يعمل تحفيز للمصر سبندل. تعالوا نتكلم على قبل ما نتكلم على السؤال الاول، تعالوا نتعرف الاول العضله ايه المجسات الحسيه اللي بتبقى موجوده جواها، اللي هما حاجة اسمها بروبريسبتورز، اللي هما الحاجات اللي بتحس الحركة اللي جوه العضلة، أو التغيرات اللي بتحصل على طول العضلة، أو تغيرات الشد اللي بيحصل على طول العضلة. الحاجات دي كلها، أول حاجة عندنا حاجة اسمها ماسل سبيندلز. الماسل سبيندل دي تبقى موجودة جوه بطن العضلة، دي اللي بتحس التغيرات اللي بتحصل جوه العضلة، هنتكلم عليها كمان شوية. الحاجة التانية من ضمن البروبريسبتورز حاجة اسمها جولجي تندون أورجن أو الجي تي أو. الجولجي تندون اورجن هي مسؤولة عن الإحساس بس في منطقة بتاعة الوتر بتاع العضلة، اللي هو مكان العضلة ما بتمسك مع العظمة. هنتكلم بالتفصيل على الماسل سبيندلز علشان خاطر هي دي اللي فيها شوية حاجة ساعات ما بتبقاش مفهومة قوي. بالنسبة للماسل سبيندلز احنا عندنا يعتبر هنا كده، لو بصينا جوه العضلة في المنطقة دي، حاجة اسمها انترافيوزل فايبر اللي هي الانسجه الداخليه او متداخله مع بعض، دي بيبقى جواها زي نيرف، بس النيرف ده بيبقى اسمه سنسوري نيرون، او النيرف اللي بيحس التغيرات اللي بتحصل على العضله. النيرف ده وظيفته كلها ان هو ينقل الاشاره العضليه او التغيرات اللي بتحصل في طول العضله، ينقل الاشارات دي والتغيرات اللي بتحصل في طول العضله دي، ينقلها على طول لايه؟ للسباينال كورد. جوه السباينال كورد بيحصل جواها ايه؟ بيحصل جواها ان هو من خلال السنسوري نيرون جوه السباينال كورد يتنقل تاني على طول لايه؟ للموتور نيرون، او اللي هو العصب المحرك بالنسبه للعضلات، ياخد الاشاره من السباينال كورد يوديها على طول لايه؟ للعضله تاني من خلال حاجه اسمها اكسترا فيوزر فايبر. طيب السؤال هنا دلوقتي، ليه احنا مش عايزين نعمل استيميليشن للمسل سبيندلز؟ المسل سبيندلز هنا دلوقتي لو تاخد بالك، هنا زي ما لو رجعنا تاني، الحاله دي هي بتبقى تستجيب للتغيرات اللي جوه العضله اللي بتحصل من خلال الاسترتشز، او بتحصل من خلال اللود اللي بينزل على العضله او حاجه زي كده. فيها خاصية مهمة جدا، ان هي ممكن تاخد الاوردر على طول من خلال السباينال كورد من غير ما تطلع للمخ وترجع تفهم الاشارة وترجع تاني. فممكن يبقى عندها حاجة اسمها خاصية اسمها ستريتش ريفلكس، وده اللي احنا بنحاول ان احنا نتجنبه خلال الاسترتشز. بس احنا ممكن نبتدي ان احنا نافويد الكلام ده كله لو ابتدينا نعمل اطالة بطيئة للانسجة العضلية دي من غير ما نحفز المسل سبيندلز. ازاي ما نحفزهاش؟ ان احنا نعمل اطالة بطيئة، لكن لو حصل اي اطالة سريعة ده احنا هنا كده ممكن نكون بنحفز المسل سبيندلز دي، اللي هو بطريقة على طول مباشرة هتبقى عاملة ايه؟ هتبقى محفزة على طول الموتور نيورون يبعت اشارة للمسل سبيندل للمسل فايبرز ان هي تعمل كونتراكشن تاني، ومن هنا عملية الاسترتشز مش هتتم بشكل ايه؟ مثالي. فعشان كده في موضوع الاسترتشز انت اهم حاجة في الاستاتيك ستريتش، اكتف استاتيك ستريتش، محتاج ان انت تافويد المسل سبيندل ان هي يحصل لها ستيميليشن. عشان توصل لاقصى مدى طول عضله انت محتاجه من خلال الاسترتشات. تعال نشوف كده ايه انواع الاسترتشز او التكنيكس بتاعت الاسترتشنج اللي هتكون اقل حاجه فيها بتستيميليت للمسل سبيندل. الدايناميك ستريتش او دايناميك فلكسبيليتي وات ايفر هيبقى اسمها ايه، هي عباره عن حركه شبيهة لحركات الملعب اللي انت بتعملها او اللعيب اللي بيعملها على حسب التمرين مثلا اللي انا هخش. فده بيبقى فيها حركة سريعة شوية او حاجة زي كده، وحركة تكون متكررة. البلاستيك ستريتش ده هو عبارة عن حركة زي ريباوند او حركة سريعة على العضلات، وده اكتر حاجة بتحفز اصلا. الستاتيك ستريتش ده بيبقى عبارة عن تكنيك الاسترتشات بداية قبل او في مرحلة الورم اب، قبل ما بنزل الملعب، ومن ضمن تكنيكس بتاعت الورم اب. لو هجينا عند الستاتيك ستريتش، ستاتيك اكتف ستريتش اللي هو لو واحد بيعمل ستريتش لنفسه وثابت في مكانه،
مش بيتحرك، ويطول له ويزود الطول بتاع العضلة تدريجيا، وهو بيبقى حاسس الإحساس بتاع العضلة إذا كان هو عالي ولا متوسط. المفروض إن هو يبقى في حالة اسمها discomfortable، أو إن هو يكون مش مرتاح مع الاسترتش. الباسيف ستريتش إن هو يكون حد يكون بيعمل لحد الاسترتش.